أهلا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رأي. تصدر هاشتاج ماذا تعني لك فلسطين موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمصر. هذا الهاشتاج تصدر الترند وأعرب العديد من المدونين والمغردين عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، كما ذكروا أيضا بأن فلسطين هي قلب الأمة العربية، وأنه بحل أزمة القضية الفلسطينية ستنتهي مشكلات العالم الإسلامي. دعونا نلقي نظرة على تلك التغريدات والتدوينات التي كتبها العديد من المدونين على موقع تويتر. بداية تلك التغريدات من حسام عادل: صرخ طفل فلسطيني بعد أن عاد إلى منزله من المدرسة، حيث أدرك بأنه قد تم هدم منزل أسرته في القدس في فبراير بعام 2013 تحت هاشتاج ماذا تعني لك فلسطين. في التغريدة التالية أيضا نجد إصرار كبير من المدونين الذين يتحدثون عن أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للعالم الإسلامي. محمد نوح كتب ليقول: الكلمات تعجز عن وصف تلك الأميرة تحت هاشتاج ماذا تعني لك فلسطين. ومن محمد نوح إلى مغرد آخر كتب أيضا عن القضية الفلسطينية وعن ماذا تعني فلسطين بالنسبة للعالم الإسلامي، وعن أيضا حب المصريين الجارف للقضية الفلسطينية. هذا الأمر يدل أيضا على عشق المصريين لتراب المسجد الأقصى. عموما حول هذا الأمر أحبائي المشاهدين، يسعدنا أن ينضم إلينا سيد ناهد الفخوري مدير مكتب إعلام الأسرى. أهلا بك سيد ناهد. أهلا وسهلا بكم سيد ناهد. كيف رأيت التفاعل الكبير من جانب الشعب المصري مع هاشتاج ماذا تعني لك فلسطين والذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمصر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم للسادة المشاهدين، كما ونرسل تحياتنا إلى أبناء الأمة العربية والإسلامية بشكل عام وإلى الشعب المصري العريق بشكل خاص. قضية فلسطين يعني هي قضية الأمة العربية والإسلامية، وهي قلب الأمة النابض. فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وبالتالي هذا وضع طبيعي يعني أن تأخذ مكانة ومكانة رفيعة في قلوب وعقول وصدور الأمة العربية والإسلامية ولا سيما الشعب المصري. بالتأكيد هذا إن دل على شيء يدل على يعني قضية فلسطين ومركزيتها، يدل على أن شعوب الأمة الإسلامية مع فلسطين ومع قضية فلسطين ومع المسجد الأقصى وضد الظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الغاشم، كما هو حال بقية الشعوب العربية والظلم الواقع على هذه الشعوب من يعني أطراف عديدة، يدل على أن هناك يعني فجوة عميقة ما بين الشعوب وحكامها، حيث النظرة المستوى الرسمي للدول العربية بشكل عام تختلف عن نظرة الشعوب. من الطبيعي أن يكون هذا الهاشتاج وأن يتصدر يعني ترند العالمي، كون القضية يعني قضية إسلامية عربية، ويعني يدلل على مكانة المسجد الأقصى ومكانة فلسطين في قلوب الأمة العربية والإسلامية. نعم بالفعل. أيضا اللافت للنظر سيد ناهد هو أن كثير من المدونين كتبوا ليقولوا بأنه بتحرير المسجد الأقصى وتحرير فلسطين من أيدي الصهاينة ستنتهي كل مشاكل العالم الإسلامي، فكيف رأيت هذا الأمر؟ بلا شك يعني قضية فلسطين منذ احتلالها أو منذ حتى الانتداب البريطاني ومن ثم تلاه الاحتلال الصهيوني شكلت يعني أزمة حقيقية في قلب العالم العربي والإسلامي وفي قلب منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. إن انتهت هذه القضية بالتأكيد ستنتهي قضايا عديدة من قضايا الأمة، ولكن ليس قضية فلسطين وحدها الآن، هناك قضايا عديدة مهمة ولكن قضية فلسطين هي القضية المركزية. قضية الظلم نعم. الواقع على أبناء وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالتأكيد يعني له دور، رفع هذا الظلم سيرفع عن المسجد الأقصى وعن أرض فلسطين، وهذا نعم. يتطلب يعني جهود وتكاتف أبناء الأمة جمعاء من أجل يعني دعم قضية فلسطين وتحرير فلسطين التي ستكون يعني تحريرها
يعني خطوه اولى على طريق تحرير الامه باكملها. بالفعل، مع الأسف نجد في الفترة الأخيرة محاولات من بعض الأنظمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وحتى أيضا نجد محاولات من الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام بعض من ضعاف النفوس من أجل زيارة الأراضي المحتلة، وهما ظهر جليا في زيارة وفد من الإعلاميين العرب للأراضي المحتلة وللقدس، وشاهدنا أهالي القدس كيف استقبلوا هذا الوفد المطبع مع الكيان الصهيوني. فكيف رأيت هذه الموجة الأخيرة من محاولات التطبيع؟ محاولات التطبيع يعني لم تبدأ من اليوم، دعنا يعني نعود قليلا إلى الوراء. الكيان الصهيوني وقيام الكيان الصهيوني ومن يحمي الكيان الصهيوني في السابق واليوم حقيقة يعني جهات عدة لم تكن معلومة ولا معروفة. الآن الظروف اختلفت، يعني أصبحت الأمور واضحة تماما أمام أبناء الأمة العربية والإسلامية، ومن يقف خلف الصهاينة ويدعم الصهاينة معروفون تماما، وبالتالي أصبحت يعني القضية فيها شيء واضح بشكل جلي أكثر. الصهاينة يعني يعتبرون أن هذا وقت مناسب وفرصة سانحة، يستغلون وجود ترامب في الحكم في أمريكا، ويستغلون يعني بعض القادة العرب والأنظمة العربية من أجل يعني الولوج إلى المجتمعات العربية والإسلامية من خلال التطبيع. لكن كما تفضلت، ما حدث في القدس هذا يدل على وعي أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء القدس خصوصا وتنبههم لهذه القضية، كما أن المطبعين يعني نحن نقول هذه حالة شاذة بالنسبة إلى الشعوب العربية، وبالتأكيد هم منبوذون من أبناء ومن يعني الشعوب العربية، ولا نريد أن نقف عندها كثيرا، إنها حالة شاذة ولا تستحق الوقوف عندها لأنهم هم قلة قليلة جدا ولا يمثلون شيء بالنسبة للمجتمعات العربية ككل. فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين يقدمون الحرية من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل المسجد الأقصى، أنتم تقفون بجانبهم بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتقيمون العديد من الحملات الإعلامية الداعمة لهم من أجل إظهار معاناتهم داخل سجون الاحتلال، فما هي الحملة الإعلامية الأخيرة التي ستقومون بها من أجل دعم الأسرى داخل سجون الاحتلال؟ نعم، بالتأكيد قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هي قضية مهمة وحساسة جدا لدى أبناء الشعب الفلسطيني. على مدار الاحتلال هناك أكثر من مليون مواطن وإنسان فلسطيني دخل السجون الصهيونية منذ الاحتلال. لدينا قرابة 220 شهيد ارتقوا في داخل المعتقلات الصهيونية نتيجة الإهمال الطبي ونتيجة التعذيب ونتيجة القتل العمد ونتيجة بعض الإضرابات التي كان ارتقى فيها شهداء في داخل المعتقلات والسجون الصهيونية. هذا ملف حساس لدى أبناء الشعب الفلسطيني، يعني أبناء الشعب الفلسطيني في السجون يمثلون طليعة يعني المواجهة ورأس الحربة في مقارعة السجان الصهيوني. لذلك يعني نرى انه من الواجب علينا كما هو واجب ابناء الشعب الفلسطيني والامه العربيه والاسلاميه ان تقف بجانب الاسرى الفلسطينيين وان تطلق سراحهم. يجب ان يتم العمل على اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال. لدينا عشرات الاسرى امضوا يعني اكثر من 30 و35 عام في داخل السجون. لدينا جثامين شهداء محتجزه الى الان، يعني مؤخرا هناك ثلاث جثامين لشهداء ارتقوا في داخل السجون الصهيونيه، ما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم ولم تسلم الى ذويهم. الشهيد فارس بارود يعني قضى في السجن اكثر من 28 عاما، ارتقى شهيدا في السجن نتيجه الاهمال الطبي، الى الان محتجز جثمانه. الشهيد نصار ثقافة ارتقى نتيجة التعذيب في التحقيق في داخل السجون الصهيونية. قبلهم الشهيد عزيز عوتات من القدس المحتلة ارتقى شهيد أيضا نتيجة الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال. الحملة الأخيرة يعني تستهدف إيضاح هذه القضية لدى الرأي العام، وضع هذا الملف على الطاولة من أجل أن يتم فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني، يعني باحتجازه للجثامين الشهداء لا يكفي أنه احتجزهم لعشرات السنين، لا يكفي أنه قتلهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر، ويقوم الآن باحتجاز تلك الجثامين الطاهرة. يجب أن يتم فضح ممارسات الاحتلال. الحملة الأخيرة التي يعني تحمل عنوان اليوم الإعلامي من أجل يعني استعادة جثامين الأسرى الشهداء في داخل السجون
الصهيونية سيطلق قريبا. هذا يعني آخر الحملات التي سنقوم بها. نعم، ما المطلوب من شعوب العالم العربي والإسلامي كي تساند تلك الحملة من أجل الضغط على الكيان الصهيوني من أجل تسليم جثامين الأسرى الشهداء؟ بالتأكيد يعني لكل إنسان حر، لكل إنسان ينتمي لقضية لا سيما قضية فلسطين، يترتب عليه واجب، وواجب كبير في فضح ممارسات الاحتلال، في إيضاح هذه القضية، في تبنيها، في حملها إلى كل المحافل التي يستطيع أن يتحدث فيها. يعني لو تحدثنا على طبقة المثقفين بالتأكيد لهم دور، لهم دور كبير جدا. طبقة الحقوقيين لهم دور في يعني طرق الباب أو الجانب الحقوقي والقانوني من أجل محاكمة الاحتلال. الشعوب العربية ولا سيما جيل الشباب من الشعوب العربية والإسلامية له دور، وخصوصا يعني في ظل حملة أو في ظل يعني وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة الإعلام ونقل الأحداث، يجب أن تأخذ لهذه القضية بعدها الحقيقي وبعدها الذي تستحقه من أجل فضح ممارسات الاحتلال ويعني استعادة جثامين الأسرى الشهداء من داخل السجون الصهيوني. المجتمع الدولي هل يتفاعل مع تلك الحملات الإعلامية التي تفضح ممارسات الكيان الصهيوني؟ للأسف المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، المؤسسات الدولية الرسمية تتعامل مع الكيان الصهيوني وكأنه جهة فوق القانون ولا تسري القوانين عليه، يغضون الطرف عن الطرف عن الكيان الصهيوني ولا يتم مراجعته ولا يتم مساءلته. هناك مئات الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق ابناء الشعب الفلسطيني واسر الشعب الفلسطيني، للاسف يعني لا احد يلقي بالا لهذه الجرائم مع انها واضحه، وهناك ادله دامغه تدين الاحتلال وتدين الاحتلال وتدين جرائم الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني واسر الشعب الفلسطيني. على يعني هذا الصعيد يعني دعنا نتحدث عن الجانب الرسمي الفلسطيني، يجب ان يكون الجانب الفلسطيني دور ودور مهم لا سيما وانه يسعى الى الانضمام الى المحافل المؤسسات الدوليه وانضم الى بعضها، يجب ان تستغل هذه النقطه من اجل خدمه قضايا الشعب الفلسطيني ويعني استعاده حقوقه. نعم، سيد ناهد الفاخوري مدير مكتب إعلام الأسرى، أشكرك شكرا جزيلا على كل تلك الإيضاحات التي أوضحتها لنا في حلقة اليوم من برنامج رأيي. لازلنا أحبائي المشاهدين بصدد الحديث عن الهاشتاج الذي تصدر الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بمصر، وهو ماذا تعني لك فلسطين، وأيضا حديث العديد من المدونين عن حب جارف من قبل الشعب المصري للقضية الفلسطينية، وأيضا عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. وينضم إلينا الآن الصحفية الفلسطينية فاطمة القاضي. أهلا بك أستاذة فاطمة. ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيدة فاطمة، سنعاود الاتصال بها مجددا. دعونا نلقي نظرة على باقي التغريدات التي تحدث بها العديد من المدونين المصريين عن أهمية القضية الفلسطينية للعالم الإسلامي. التغريدة التي لدينا الآن من شريف شيفو، وتحت هاشتاج ماذا تعني لك فلسطين، يقول: فلسطين هي الأم الثانية لنا، فلسطين أرض الكرامة، أرض المحبة. وكما تعلمون فإن فلسطين كانت قد وقعت تحت الانتداب البريطاني عام 1917، وظلت تحت الانتداب والاحتلال البريطاني حتى عام 1948، حينما سلمت بريطانيا عن طريق وعد بلفور، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، للعصابات الصهيونية المجرمة أرض فلسطين، وعن طريق مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدولة البريطانية لتلك العصابات الصهيونية المجرمة، تمكن الكيان الصهيوني من أن يستحوذ على الأراضي الفلسطينية. ثم في عام 1967 شنت تلك العصابات حربا على كل من مصر وسوريا وأيضا فلسطين، واستطاعت أن تستحوذ على أراضي عربية أخرى.
هذا الأمر ظل قابعا حتى الآن، حيث استحوذ الكيان الصهيوني على الضفة الغربية وأيضا القدس الشرقية، وأيضا تأتي كل تلك الأمور لكي تبقى فلسطين تحت أيدي الاحتلال الصهيوني حتى الآن منذ هذا التاريخ. عموما دعونا نلقي نظرة أخرى على التغريدة التي لدينا. ومن شريف شيفو الذي كتب لي يقول: فلسطين هي الأمة الثانية لنا، فلسطين أرض الكرامة والمحبة. إلى مدون آخر ذكر أيضا بأن كل الكلمات لا تقدر بأن توفي حق فلسطين لدى شعوب العالم الإسلامي. هنا رفح كتبت لتقول: رغم كل ما يصيبها تبقى جميلة، تحت هاشتاج ماذا تعني لك فلسطين. أيضا بالحديث عن القضية الفلسطينية، الأخبار الواردة في الفترة الأخيرة تتحدث عن قضية الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون بشكل كبير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات متتالية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. عموما حول هذا الأمر يسعدنا أن ينضم إلينا مجددا الأستاذة فاطمة القاضي، الصحفية الفلسطينية. أهلا بك أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا فيك أستاذة فاطمة. بداية، كيف ترين معاناة الكبيرة التي يعاني منها المعتقلون والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة؟ يعني بداية للتحية للقناة التاسعة التي تولي قضية فلسطين الاهتمام الكبير، خاصة قضية الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أنه قبل أيام من الآن شاف تنشر مصدر ثقافة نتيجة التشخيص والتعذيب داخل السجون كمان، وحتى هذه المحافظة ما زالت مستمرة داخل السجون، مستمرة نتيجة التشويش، وهي يعني يحدث امراض السرطنه باجساد الاسرى نتيجه هذه التركيب، هذه الاسرى السرطنه اجهزه تشويش على الهواتف النقاله، وايضا حتى هذه اللحظات اضراب 9 اسرى داخل سجون الاحتلال رفضا لادخال ايجارهم بسبب الملف السري بالنسبه للاسرى الفلسطينيه داخل سجون الاحتلال. حتى هذه اللحظات تتواصل انتهاكات بحق الاسرى الفلسطينيين، تضمن هائل اضراب مفتوح 9 اسرى، كان هناك توتر بقسم رامون حتى هذه اللحظه، اهمال طبي متعمد بحق الاسرى الفلسطينيين. بالامس القريب كان مستشفى الاسير نصر بصادقه، هو الشهيد رقم 220 شهداء الحركه الاسيره الفلسطينيه داخل سجون الاحتلال، من التعذيب والتنكيل والانتهاكات والقمع، وايضا يعني اذلال الاسرى ويعني اهمال طبي. كان هناك امراض مسرطنه بحق الاسرى الفلسطينيين ويتم معالجتهم بحبه الاكامول او المسكن فقط. نعم. يعني معالجه هؤلاء الاسرى المرضى بامراض مسرطنه وبامراض خطيره داخل سجون الاحتلال. سيده فاطمه، انتم تطلبون بابسط الحقوق، ولعل هذا الامر ترجم في الحمله الاعلاميه التي تقومون بها من اجل استعاده جثامين الاسرى الشهداء الذين لقوا حتفهم داخل سجون الاحتلال، فماذا تقولين عن تلك الحملة الإعلامية التي ستطلقونها في القريب العاجل؟ يعني صراحة نحن الآن نعمل على حملة دولية لاستعادة جثامين شهداء الحركة الأسيرة. كما تحدث سابقا بشهاد الأسير مصر القادقة، أصبح عدد شهداء الحركة الأسيرة 120. من هؤلاء الأسرى شهداء، هناك 3 أسرى شهداء ما زالت جثامينهم محتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنهم الأسير الشهيد عبد عويسات، هذا الأسير اللي من مدينة القدس تم استشهاده في مايو من عام 2018. بعد ذلك لحق برتبه الأسير الشهيد عفارس باروك اللي استشهد في شهر فبراير الماضي. أيضا الأسير الشهيد نصر القادقة وهو الذي استشهد قبل أيام من الآن، حتى هذه اللحظة جثامين هؤلاء الشهداء 3 لم يتم دفنهم، كما نعلم أنه كرام الميت دفنه، ما زالت يعني جثامين هؤلاء الشهداء محتجزة قوات الاحتلال. بدورنا نحن في مكتب إعلام الأسرى وإذاعة الضيف واللي يعني الإعلاميين أطلقنا حملة دولية لاستعادة جثامين شهداء الحركة الأسيرة، وهي يعني تقوم بمرئية محلية عربية دولية. نعم. أجل تفكير
هذه القضية واستعادة 60 شهداء الحركة الأسيرة اللي استشهدوا داخل سجون الاحتلال. كان هناك لم يتم تحريك أي ساكن من قبل قوات الاحتلال والمجتمع العربي. أطلقنا هذه الحملة أيضا لدعم صمود ذويهم خارج السجون، وأيضا يعني من أجل الوصول إلى مرحلة تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الإسرائيلي المجرم. يعني هذا الاحتلال اللي مازال حتى هذه اللحظات يعد ويقتل ويعتقل ويمارس أبرز الجرائم بحق شعبنا في كل مكان، المجروح من شماله إلى جنوبه. بالأمس كان هناك يعني انتهاكات، اليوم تم استشهاد يعني إصاب مواطن قطاع غزة، وأيضا هناك شهداء في حركة الأسيرة. أيضا هذا الاحتلال اللي راح يتنكر كل معاني الإنسانية، ويعني يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، يعني هذه القوانين التي يعني تحترم الأسير الفلسطيني وتحترم أيضا جثمان الأسير الفلسطيني أو جثمان يعني الشهداء الفلسطينيين. ضرب بعرض الحائط يعني هذه القوانين اليوم يعني من خلال هذه الحملة اللي سنطلقها وسنكرس، ويعني سيكون كل جهدنا لتكريس جرائم الاحتلال وأيضا يرسخ مفاهيم عداوته للإنسانية. نعم. من خلال يعني احتجاز جثامين الأسرى الشهداء اللي إن شاء الله بإذن الله ستنطلق هذه الحملة في القريب العاجل بعد أيام من الآن، والحديث أكثر عن معاناة الأسرى وأيضا غياب الدعم الرسمي عن تفعيل هذه القضية. نعم. سنتحدث أيضا يعني عن إسناد أهالي الأسرى الشهداء ودور النشطاء في الخارج في دعم هذه القضية، وإلى ماذا وما الذي ينظر القانون الدولي الإنساني دعم واستعادة جثامين الأسرى الشهداء من داخل سجون الاحتلال. مقابر الأرقام أيضا سنتحدث عن هذه المقابر التي فرضت على الأسير الفلسطيني وهو حي داخل سجون الاحتلال، وبعد استشهاده أيضا فرضت على الأسير الشهيد لإكمال يعني محكوميته داخل سجون الاحتلال وهو شهيد. هذا يعني ما سنتحدث به عن هذا الظلم والقهر اللي يعاني منه الأسير الفلسطيني حتى بعد استشهاده ليكمل يعني محكوميته وهو شهيد داخل سجون الاحتلال. أستاذة فاطمة، ونحن نعرف بأن السوشيال ميديا هي مرآة الشعوب، ما المطلوب إذن من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يقدموه من أجل دعم تلك الحملة الإعلامية التي ستقومون بها من أجل دعم الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني؟ صراحة ما نطلبه واللي هي صراحة يعني هي رسالة الحملة انه تفعيل هذه القضية، تفعيل ان نحن نعرف ان السوشيال ميديا كما تحدث انه له دور كبير وله دور بارز في تفعيل هذه القضية، يعني في ظل انه كمان ايضا انه غياب الدور الرسمي التحرك العاجل من اجل يعني انهاء هذه الجريمة. نحن نطالب الجميع سواء يعني شعوب عربية، حراك اوروبي، اعلاميين بتفعيل هذه القضية اكثر لتوصيل يعني هذه الرسالة الى المجتمع العربي والمجتمع الأوروبي والضغط على المحتل الغاضب بالإفراج عن جثامين هؤلاء الأسرى المحتجزة، جثامينهم منذ سنوات. أيضا يعني نطالب الجميع بالتحرك، النزول إلى الشارع، فعاليات، مسيرات، كتابة لو كما تحدثنا كتابة بوست على الفيسبوك يعني للتضامن مع أهالي الأسرى الشهداء، للتضامن مع هذه القضية، لتفعيل هذا القضية وتفعيل استعادة جثامين الأسرى الشهداء. يعني من حق الأسير الشهيد من حقه إنه يتم دفنه، يعني كما تحدثنا إكرام دفنه. فيعني صراحة يعني نتمنى من الجميع إنه يكون قدر المسؤولية وإنه يكون متضامن أكثر مع انطلاق هذه الحملة بإذن الله في الأيام القادمة. ونحن أيضا نتمنى ذلك. للأسف مضطرة أن أشكرك شكرا جزيلا أستاذة فاطمة القاضي الصحفية الفلسطينية على مشاركتك معنا في حلقة اليوم من برنامج رأيي. كما أشكركم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.